اوكي، عامل بسم الله بسم الله بسم الله. الو يا مبلغ جامد. الو 27 هارت بيت. طيب قبل ما يبدا المقطع اليوم، اعلان اليوم الموقع سفنتي جيمر. اول شيء اعلمكم عنه انه مصرح من معروف. الموقع هذا يتضمن اشياء مره كثير او منتجات مره كثير، مثل ما تشوفون عنده بطاقات ايتونز، بلاي ستيشن، اكس بوكس، شدات ببجي، يبيع العاب، يبيع حسابات نتفليكس، يبيع حسابات فورتنايت، وهنا صندوق الحظ، وهنا حسابات عشوائيه. الموقع يتضمن كل شيء. في شيء في هذا الموقع مره رهيب، اللي هو التسجيل كبائع. فاول ما تضغط عليها يطلع لك هذه الصفحه، تسجل كبائع جديد. وبعدها اذا تبغى تضيف حسابك البنكي، مثلا انت مثلا بعت سماعه على الموقع كبائع، تبغى الفلوس توصل كباي بال او بنكي، اذا تبغاها تحويل بنكي لازم تدخل على هذه لوحه تحكم البائعين، تحط الايميل والباسورد حقتك، وبعدها تضيف حسابك البنكي، باذن الله بتوصلك فلوسك. طبعا اللي راح نبحث عنه اللي هو الرقصه الهنديه. هذا هو الرقصه الهنديه، طبعا يعطونك كود وتدخله في ايبك جيمز. اللي بتسويه بضيف السله حاليا، بعدين انهاء الطلب، بعد ما ادخل رقم جوالك. طبعا انا مشحون حسابي، فحاليا شريت الرقصه. مثل ما تشوفون هنا على اليسار مكتوب لك طلباتي، قائمه الطلبات، الاكواد، المدفوعات المتكرره. انا الشيء اللي ابغاه الاكواد. طبعا هذا هو وصلني الكود، راح يصير في جيف اواي على الانستغرام حقي باذن الله على اخر بوست نزلته. راح هناك سو لايك فولو، اكتب تعليق، بختار اثنين راح يفوزون باكواد الرقصه الهنديه. واللي يبغى يشتريها يعني موجوده في هذا الموقع، وفي منتجات مره كثير. ويعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. 3 2. ايه هذا اللي يجيهم رقصات، مو بس انت. ها 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 ها, ها. السلام عليكم، ليش جبتكم مقطع جديد اليوم؟ جايب لكم ماب اليوم معي ريان. يا هلا وسهلا، هلا بالرقصه الهنديه. هلا ها، اليوم جايب لكم ماب الوكاله العجيبه، ماب تصميم عربي، يعني اكيد عربي يعني. ففي ناس يزعلون اذا قلت تصميم عربي. طيب لا ندرع، في ورا اشياء مهمه هنا. تعال شوف قيمه المكالمه 10 دولار. اصبر، وهذا ليفل صفر. يقول لك وسائل المساعده، الغرفه المساعده ينقلك للمرحله تازها صديقك، لكنه يحتاج الى وقود الفزع. وقود الفزع يقوم بتعبئه الغرفه المساعده لنقل صديقك الذي واجه صعوبه في اجتياز المرحله. وهنا ساعة تخطي تساعدك على تخطي المرحله، لكن صعب ان تجدها فهي تختبئ في اماكن لا تراها. اها، يعني مثلا اذا انحشرت في باركور معين راح لازم انا اساعدك. يب، هذه واحده. يب، اوه ساعة تخطي. اوكي طيب، ها وداك. اوكي شوف الحين بدينا اطلع. اوكي النكبه الحين كيف نطلع؟ واحد مننا يطلع ولا ايش؟ يقول لك اعبر حواجز الثلاثه وانت تقود سياره باستخدام درفت. حلو، اوكي هذه مرحله. اعاده نشر المركبه. اوه هنا في ريسبون حق المركبه. حلو. كل واحد حاله ولا اركب معك؟ والله يجوب يعني. يلا يلا بسم الله انقز. والله يجوب. منطقه 51 والعب العب. انا انشبت سيارتي. ايه عرفت عرفت، حقت الفضائيين. ايه اوكي اوكي. طب مو بحقت فضائيين بس كذا هذا. طيب تعال تعال، باب مفتوح يا طيب. اركب معي، انزل اركب معي. يلا انا بركب هالمره وبرقص. ها هلا. ها وين رايح انت؟ انا رايح افتح الباب. انت رايح المريخ، الله يعطيك العافيه. وش ذا، شو الفائده؟ ما ادري. اوه يمكن في النهايه يقول. ايوه زي ما توقعت. ايه هنا اوكي محتاج. لا والله مو زي ما توقع. اوكي يعني والله شوف اتوقع انه غلط اصلا ان نمشي مع بعض. اتوقع الطريق اللي لاعلى. كيف ادخل الى الاعلى؟ اوكي اصبر، والله ما اقدر. يمكن من برا اتوقع. اصبر، ما في شيء هنا. تعال، في شيء يمين. لا لا في شيء، تعال. اوكي هنا النظر، بس لا تاخذه لا تاخذه لان بيجي. اوه ساعه التخطي. حلو حلو. شوف شوف وقف، تعال هنا. لو نجيب السياره هنا نجينا نرجع لفوق. ملاحظ؟ طيب شلون ادخل السياره اصلا؟ 2000 years later. ايوه ايوه، مش مش الحين، مش الحين. صعدوا يا رجال. والله خذيت 70 دوره، استغفر الله. شوف لا وش دعوه، من اول مره استهبل. من اول مره شو شوف اللي فوق اصلا. اوكي اتوقع من هنا. اوه هذه وقود الفزعه. حلو، وهنا هذا. اوكي اوه انا اخذت وقود الفزعه. حلو. اوه يا ساتر، اتوقع وقود الفزعه ذا يمديك تاخذ اكثر مره وخليه هذا يرجع ولا؟ ما ادري والله، والله ما ادري، بس ما في راحة في البداية بعدين ما في راحة. يا ساتر شلون ذي؟ لو والله وصلت بعيد. شوف شوف الفكرة، فكرة انك تروح من وراها، فهمت؟ ما توقف. انت قلت لي ان في واحدة هنا صح؟ اوكي خلني استخدمها. انا وداني رقاني فوق. انا وداني اصبر ساعدك تخطي ما تفيدك. لف يمين، انزل انزل يمين على السجن، على السجن.
دقيقة دقيقة بحاول اسويها. ايوه يس خذيت تشيك بوينت والله خذيته والله خذيته لو ما يحطوني عنده والله بحق يا رب يس انا اول ما سويت هذه جابني هنا اوكي وقود فزعه طيب وقود فزعه هذا المفروض تعطيني اياه من اول ولا ما ادري لاني سمعت صوت ورا اي اي هذه اوه حلو 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 اوه يسار 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 يا ساتر يوك والله العظيم رهيبه اصبر توزين 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 اقول لك توزين لعبتي آي يا ساتر يا ربي وانت ربي لا يقطع ام القهر والله حلو والله رهيبه سرعت يا ولد اي ايش فيه والله سريعه اوكي اوكي سويت ريسيت نمشي عادي نمشي عادي نمشي عادي بعدين نضرب في بن تضربها سريعه اوكي اوكي حلو حلو قربت من البن لا جبتها اوه صح يب 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 مديك تسوي لي تخطي هين ولا ايش؟ مدري آه. عندي وقود عندي وقود اضغطه شوف اضغطه يلا اضغطه صار لك شيء؟ طلع لي صوت اي اي الظاهر تخش على الازرق يمكن او شيء اوه الغرفة المساعدة حلو 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 هذا انا قدامك حلو والله ديم تفكير الماب مرة رهيب وافضل شيء انه مسوي ريسبون على طول واو يا ساتر اول مرة اشوف فكرة كذا من ناحية شو اسمه الكهرباء اللي على الجوانب جميلة جدا 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 لا لا مو هذا اقصد اقصد اللي قبلها ايه. اول مرة اشوفها ايوه ترى فيها هذا طيحة بعدك طيحة طيحة نطيت والله نطيت صوت سبيس مع الجيران انت تقول نطة صح؟ نطة بعدين خلاص يمين يسار يمين يسار اوكي بعدين. اوكي نطة نطة لو اشوى راح سبيد ليه؟ احلى شيء اذا مت رجعك بسرعة يب ما يقروشك ورسبون ساعتين اوكي 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 والله تصميمه رهيب يا اخي يعني مو بداية ابدا اوكي الله هذا ياخذ اللي اذا ايه اذا خلصت الصاروخ جاهز للانطلاق اوه 3 2 1 روح تعال تعال انتر جي جي جي. اوكي هذه خريطه اوه يمين بالله رهيب دايم الفكرة فوري واو شوف كيف ودينا فضاء والله مبدع دايم والله رهيب اقسم بالله رهيب وين نروح يمين يسار يمين درب الغنمين اوه هذا ليفل 6 اوكي هنا غرفة مساعدة اتوقع اقسم بالله هنيك والله والله رهيب اقسم بالله رهيب اوكي هذه بطاطس اتوقع هذه بترعنا وو قهر اخر واحدة والله نطة شو اسمه فيها جنب فتيك عشان فضاء اتوقع والله سلوم وش ذا طولت يا الله او خلصتي خلصها ديم يا الله لو كمل كمل ايه لا تكفى لا في نطة اوكي اوكي بعد هذا وشو كمل 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 يا ساتر ادخل في الاخضر هذا؟ ايه الله يمين بالله رهيب والله اسطوري مرة شوف كيف تصميم المرحلة الجاية والله رهيب اقسم بالله رهيب اوكي بسم الله بسم الله بسم الله الو يمين بالله رهيب جامد الو اصبر اصبر انقز لا سقعت 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 لا طحت قهر والله رهيب اقسم بالله رهيب يا اخي والله مبدع ذا وين من زمان عنه ذا وين عنه من زمان عارف ما تحت الخط لا اي خليت خوي من زمان عنه ذا وينه اصبر يا جبت العيد والله العظيم مبدع يا اخي نافس اجانب في المبات والله اقسم بالله انا احسن من اجانب والله مو بينافس بس اوكي اللي بعده اللي بعده في نقزه في نقزه اوكي هذا هنا سيده بس نقزه كذا الله ديم بالتصميم والله تصميم رهيب يا عيال رهيب باقي لنا الحين ليفلين الماب عباره عن 10 مراحل بس اول مره اقول الماب لا يخلص والله العظيم رهيب اقسم بالله رهيب والله رهيب والله انت لاحظتها ايه
والله هذا التكليجي. بعد كل جاء ها ظهر لو جرافيتي ها وشو اوكي لا علمني فهيد اوكي راح مني خلفك اوه لازم يخلص اكتب خلفك قاعد تشوف يب اوكي بسم الله الظاهر يعطيك واحده ثانيه الظاهر اوكي يعطيك يب يعطيك امي اوكي صح يب اعطاني يا بين بالله التصميم التصميم يا شباب التصميم لا تكفون لا 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 انا هذه وين كذا ولا ادخل جوا هذه اتوقع اني ادخل عادني يقطع ام القهر الزبده الدائره ادخل جواها ها تعرفتوا الفكره اهم شيء انه اوصل للدائره هذه وبس خلاص يسوي لي تيليبورت الغرفه المساعده هناك ترتيب معين في الالوان حاول ان تتنغمى مع الصوت اوكي هذا ليفل 9 اوبن ها اصبر اي صوت هذا النغمه شوف متى يفك وزي كذا ازرق احمر بعدين اخضر بعدين ازرق احمر اخضر فهمت يلا الحين نروح الازرق لا اوكي ازرق احمر اخضر الحين اوكي اوكي لا استعجلت فيها الله ياخذ بيزك وش دخل لي ازرق احمر اخضر ازرق احمر اخضر ازرق احمر اخضر ازرق احمر نو قهر اخضر وصلت يلا تكفى يا رب اوكي كفو انا بالي رجعني لاني نطيت من فوق متخيل يا ساتر تبي مساعده اي حط وين اصبر ما طلعت لي هذه الاخر ليفل ها لا تكون ما فيه اصبر اصبر باب تسكر انا بعد اي هذه هي وقود لا لقت الباب تخيل لقت اما خليني اموت دقيقه خليني اموت اي فتح طيب وين نروح يلا هذا اخر ليفل يا ريان الحين اقسم بالله الماب فكرته رهيبه مره وجع صار تحكم الى الامام وداعي الطائره الشرعيه تفتح القايان لتوصل لابعد مسافه اوكي يقول لك دعها ذا تفتح من نفسها اوكي ديم يو 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 يمين بلو رهيب يا ساتر اوكي لا 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 اخر ثنتين اقسم بالله رهيبة شوف النقزه اصلا ناظر نقزه يب شوف كيف يخليك توصل لاخر شيء يقول لك هولد فورورد شوف كيف ترقى مره فوق بعدين كي تمشي بعدين امشي اقسم بالله اهني على الماب اليسار يو ما اشوف شيء بلحق سلمتك بلا تشوف العيد لا جبت العيد اوكي اللفه مشكله لا تسمع هذا حمسنا هلا والله رهيب اقسم بالله رهيب ايوه في تكمله هل ها هلا كمل الاغنية انت قاعد تطفيها لا اما انت اذا وصلت هذا بتجيك تشتغل شوفها وصل يا ما يبدينا نروح نراها قطع ام القهر انت اللي كنت تمشي قبل شوي عليها يعني اي انا وصلت في النهاية هذه اغنية الخاتمة يلا تعال اللفة بعدها ايش كيف لازم تهدي شوي ولا ايش انا هديت شوي ايه اوكي الله
ما يمشي سيده؟ يمشي. روح روح. هلا والله، شو الاخبار؟ طلع ريال رافع يده من ساعتين. دي دي لقد صرت اتمنى انك استمتعت في هذه المغامره. تقييم كان 10 فوق تقييم، فوق تقييم والله، فوق تقييم والله بالراحه. شفت الماب هذا؟ شفت ثيبس هذا؟ رفعته وظلمته بالثمنيه صراحه، وما جاء مشاهدات اللي ابغاها، بس الماب كان رهيب. ماب ماب القراصنة، اقسم بالله العظيم ان الماب كان رهيب رهيب رهيب. فهنا اسرار الكوابيس. اسرار الكوابيس ما لعبته ولا لعبته؟ اوه ثانكس يزلوم الحمد لله. الماب جاي يكتب ثانكس سوسمز. فجي جي خلصنا الماب. الماب جدا 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 رهيب، مره رهيب اقسم بالله. من افضل مابات اللي لعبتها عربية. ايوه، غير سالفه الديزاين والاشياء الحلوه هذه، فكره جديده سالفه انك تحط الوقود. خلي الفكره الوقود هذا، حاسس انه اذا واحد خلص قوي وكذا رهيب يا اخي. متوسط مره 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 رهيب. ماب صعوبته متوسطه فعلا، اقسم بالله. شوفوا اول ليفل قلت الماب جدا يعني ها حلو، بس يوم جت الليفلات اللي بعدها انصدمت والله العظيم اني صدمت صدمه مو صحيح. مساء الخير، مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم، لا تنسون زر اللايك، لايكات العيون. الماب الرهيب هذا مثل ما تشوفون هذا حسابه في انستغرام، قناه ريان في الديسكربشن، وكود الماب في الديسكربشن. وشكرا لكل واحد يستخدم كود شوب في اس ال، الله يسعدكم جميعا. لا تركز لا تركز. وش اسمه، اعلى فئتين من المنتسبين باذن الله في اخر مقطع. وبس يعطيكم العافيه على المشاهده، وشكرا للماب الجميل يا صاحب الماب الجميل، ونراكم على خير في امان الله. سلام.